كلودي، كيف تسير هذه الجلسة الثالثة لمجلس النواب اللبناني لاختيار رئيس الجمهورية؟ يعني هذه الجلسة هي على غرار الجلسة ما قبل التي سبقتها، أي الجلسة الأولى، حيث اكتمل النشاط الآن وبدأ توزيع الظروف على النواب كي يبدأوا بالإبداء بأصواتهم في هذه الجلسة الانتخابية. ولكن يرتقب أن لا يحصل أي مرشح على النصف زائد واحد. إذن اكتمل النصاب، ولكن معروف أن نواب التيار الوطني الحر سيقترعون بالورقة البيضاء، وسوف يكون الموقف نفسه لنواب حزب الله وحركة أمل، وفي المقابل يقترع نواب المعارضة بشكل إجمالي للنائب ميشيل معوض، في حين أن نواب التغيير وعددا من النواب المستقلين سوف يكون لهم أيضا موقف جديد في هذه الجلسة. إذن لم يحصل أي مرشح على عدد الأصوات المطلوب، ويتوقع كما حصل في الجلسة الأولى أن يفقد النصاب في الدورة الثانية للانتخاب. هذا هو السيناريو المتوقع في هذه الجلسة التي تأتي في اليوم الأخير قبل بدء مهلة الأيام العشرة الأخيرة السابقة لانتهاء عهد الرئيس ميشيل عون. وفي هذه الأيام العشرة الأخيرة يصبح المجلس النيابي منعقدا حكما لانتخاب الرئيس، ويرتقب في هذه الأيام العشرة أن ينعقد البرلمان أكثر من مرة، ولكن من دون توقع نتيجة تذكر. الجميع هنا يتحدثون عن أن الفراغ الرئاسي سوف يبدأ مع انتهاء ولاية العهد، كانتظار ظروف تساعد على انتخاب رئيس جديد للجمهورية في لبنان. طيب، ولكن كلودي، لماذا هناك توقعات بأن تنتهي هذه الجلسة الثالثة كما انتهت الجلسة الأولى دون انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية؟ لأن انتخاب الرئيس هو يتطلب النصف، حصول المرشح لهذا المنصب على النصف زائد واحد، أي 65 صوتا، وهذا الأمر لا يبدو أن أي من المرشحين يضمن هذا الصوت. النائب ميشيل معوض سوف يحصل في أفضل الأحوال اليوم على 40 صوتا، نواب التيار الوطني الحر وثنائي الشيعي وتيار المردة كلهم سوف يقترعون بالورقة البيضاء. إذن لا يزال المرشح غير معلن عنه لكي يضمن وصوله إلى الرئاسة، وحتى لن يحصل على 65 صوتا. حتى الآن تعداد أصوات هذا الفريق هو 63 صوتا. إذن يعني لن يحصل، ليس هناك مرشح يحظى بالمواصفات المطلوبة لكي يصبح رئيسا للجمهورية، ولذلك سوف تنتهي هذه الجلسة كما انتهت الجلسة الأولى. طيب كلودي، هل يمكن أن نسلط الضوء أكثر على التناقضات وربما الخلافات بين القوى السياسية اللبنانية التي تصنع هذا المشهد بشكل متكرر؟ طبعا الانقسام السياسي حاد وحاد جدا في لبنان. أولا هو انقسام استراتيجي على الخيارات الكبرى في لبنان، على انتماء لبنان ودور لبنان في العالم العربي وفي محيطه الإقليمي. هناك ثنائي حزب الله حركة أمل الذي له النفوذ الأقوى في لبنان، ومعه حليفه التيار الوطني الحر، وأيضا عدد من النواب من بينهم نواب تيار المردة. وفي المقابل هناك الأحزاب المناهضة للخيار، لخيار حزب الله وسلاح حزب الله، بدءا من القوات اللبنانية وتكتل التجدد وأيضا الكتائب اللبنانية وعدد من المستقلين الذين هم معهم. هؤلاء يريدون رئيسا له مواصفات، هذه المواصفات هي تركز على ضرورة محافظة رئيس الجمهورية على خيار الدولة، أن يكون رئيسا سياديا بهذا المعنى، في حين أن الفريق الآخر يريد رئيسا يحافظ على خيارات حزب الله وانتماءات حزب الله. إذن الخيارات
هي متباعدة جدا وهذا يؤدي إلى عدم التوافق. ولن طيب. يكون هناك انتخاب لرئيس جمهورية في لبنان إذا لم يحصل هذا التوافق، لأن التوافق هو ضروري لتأمين نصاب الجلسة وهو أكثرية الثلثين أولا، وهذا النصاب يتأمن بوجود غالبية الكتل وليس فريق سياسي واحد، والشرط الثاني هو حصول المرشح على النصف زائد واحد. ما يعمل عليه حزب الله وحلفائه أن يعمد إلى رفع عدد المؤيدين له إلى أكثر من نصف زائد واحد، وأيضا إلى أن يكون موجودا في القاعة من يؤمن نصاب الثلثين. لذا الشروط المطلوبة صعبة وغير متوافرة حتى الآن. لذلك الكل يتحدث عن أن هذه الجلسة ستكون كالجلسة الأولى، وبأن الفراغ الرئاسي سوف يكون هو الواقع في لبنان في الأشهر القريبة.